مسيري فوق دربي عربية وسوف يبقى نبض قلبي يمنية. نرحب فيكم مشاهدينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامجنا أربح. ويانا اليوم طيارتنا نزلت من مطار صنعاء يعني اليمن حضرموت. خلكم ويانا وتابعوا تفاصيل حلقتنا. مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل. عليك وانا وعليك. شو رمضان وياكم؟ والله زين الحمد لله. الحمد لله. سؤالنا يقول في اي المدن السوريه قامت مملكه حضرموت؟ سوريا. اي المدن السوريه قامت مملكه حضرموت؟ ما عندكم اجابه؟ يعني للاسف الاجابه كانت ان حضرموت مش في سوريا، حضرموت في اليمن. هذه كانت الإجابة. يعطيكم ألف عافية. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك. سؤالنا يقول في أي المدن السورية قامت مملكة حضرموت؟ مو بسوريا. متأكدة؟ أي باليمن. مو بسوريا، باليمن. يعني أنت وين حضرموت؟ باليمن. سوريا موجودة باليمن. إجابتك صح، أنت طلعتي من الفخ. تجاوبين على السؤال الثاني بإذن الله تربحين الجوائز وما نبي نزعل هالبنت الحلوة هذه. سؤالنا يقول من زمن أي أنبياء الله عاشت بلقيس ملكة سبع؟ النبي سليمان. النبي سليمان. متأكدة من هذه الإجابة؟ عليه السلام. وأنت صح، ألف مبروك. ربحت ويانا طبق حلو مقدم من حلويات زوارة، بس خليني يمسكون ديال وكوبون، كوبونين مقدمين من مركز الجار الله الألمانية التخصصي، وكوبون مقدم من شركة مطعم بابك، وكوبون مقدم من شركة مطاعم الفروج، وكوبون مقدم من كبة بوتيك، وكوبونين مقدمين من مسبقة بوتيك أند أنتيك. عليكم بألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا الأعزاء ننتقل لمتسابق جديد بسؤالنا الجديد. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. الله يعطيك تبارك ان شاء الله. سؤالنا يقول كم يبلغ ارتفاع سد مأرب الكائن في البحرين؟ ما عندي خبر. ما عندي خبر؟ لا. كلش. ارتفاع سد مأرب الكائن في البحرين. للاسف الاجابه كان انك تقول ان سد مأرب مش موجود في البحرين، موجود في اليمن. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. حظ الله وفرحك. حياك. مشاهدينا ننتقل الى متسابق جديد بنفس السؤال. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك. شو رمضان وياك؟ حلو. الحمد لله. سؤالنا يقول كم يبلغ ارتفاع سد مأرب الكائن في البحرين؟ ما تدرين؟ لا. متأكدة؟ سؤال غريب. سؤال غريب. للأسف الإجابة كانت أنك تقولين سد مأرب مو موجود بالبحرين، موجود باليمن. يعطيك ألف عافية. ما رحت البحرين. يعطيك ألف عافية. حظ أوفر. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك إن شاء الله. شو رمضان وياك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. برنامجنا اسمه أربح ويانا وإن شاء الله تربحين ويانا. سؤالنا يقول كم يبلغ ارتفاع سد مأرب الكائن في البحرين؟ سد مأرب أصلا مو بالبحرين. بالبحرين؟ باليمن أنا اللي أعرفه. باليمن تعرفينه؟ يعني أنت تقولين أن سد مأرب مو بالبحرين؟ لا. متأكدة من هذه الإجابة؟ متأكدة. أنت صح، أنت طلعتي من الفخ الحين. باقي السؤال الثاني، تجاوبينه بإذن الله تربحين الجوائز. السؤال الثاني يقول كم مرة حصلت اليمن على كأس الخليج لكرة القدم؟ على شنو؟ كأس الخليج لكرة القدم. ولا مرة؟ ولا مرة؟ متأكدة من هذه الإجابة؟ إيه. للأسف منتخب اليمن ما حصل على كأس الخليج. أنت صح وإجابتك صح. عليك بألف عافية. ربحتي طبق حلو مقدم من حلويات زوارة وكوبونين مقدمين من مركز الجار الله التخصصي، رقمهم 6032488، وكوبون مقدم من شركة مطاعم بابك رقمهم 3252328، وكوبون مقدم من شركة مطاعم الفروج رقمهم 1889090،
وكوبون مقدم من كبة بوتيك رقمهم 9404-5713 وكوبونين مقدمين مصبغة بوتيك أند أنتيك عليك بألف ألف عافية. الله يعافيك. مشكور. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك. شو رمضان وياك؟ والله رمضان حلو، يمعة مع الأهل، صيام. الحمد لله. إيه. دوم هذه اليمعة إن شاء الله برمضان ومو برمضان بعد. إن شاء الله. سؤالنا يقول: مضيق هرمز اليمني يطل على أي بحر؟ مضيق هرمز اليمني يطل على أي بحر؟ البحر الميت. البحر الميت للأسف، البحر الميت بالأردن. ومضيق هرمز مو تبع اليمن. كانت هذه الإجابة ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشكور. حظ أوفر إن شاء الله. مبارك عليك شهر رمضان. علينا وعليكم على الكويت كلها إن شاء الله. حبيبي. من وين الأخ؟ من مصر. والنعم والله. علينا وعليك. سؤال إن شاء الله تقدر تجاوب عليه وتربح ويانا إن شاء الله. سؤالنا يقول: مضيق هرمز اليمني يطل على أي بحر؟ هرمز على البحر الأحمر. مضيق هرمز اليمني يطل على لا هرمز على الخليج العربي والمحيط الخليج العرب. مضيق هرمز اليمني يطل على اي بحر؟ لا مضيق مش هرمز مش اليمني. مضيق هرمز مش يمني. انت صح قلت لك هذا مرات عشان تجاوب لانك قاعد تجاوب صح لانه بيقع صح ما بين ايران وسلطنة عمان. نعم اجابتك صحيحه. ننتقل للسؤال الثاني، اذا جاوبته باذن الله تربح الجائزه. سؤالنا يقول: ما هو المضيق اليمني الذي يربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهادي؟ باب المندب. باب المندب. متأكد من هذه الإجابة؟ إن شاء الله. للأسف إيه هو باب المندب وأنت صح. ألف مبروك. ربحت لنا طبق من حلويات زوارة هيك بألف عافية وكوبونين مقدم من مركز جار الله الألماني التخصصي وكوبون مقدم من مطعم بابك عليك بألف عافية وكوبون مقدم من شركة مطاعم الفروج أيضا عليك بالعافية و كبة بوتيك تقدم لك كوبون عليك بألف عافية وكوبونين مقدمين مصبغة بوتيك أند أنتيك عليك بألف عافية. شكرا جزيلا. حبيبي. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى متسابق جديد بسؤال جديد. شهر رمضان فضيل. من وين الأخو؟ من الأردن. من الأردن. أهلا والله بالنشام. الله يخليك. تسلم. شلون شفت رمضان بالكويت؟ لا ما شاء الله رمضان بالكويت رهيب حلو. الحمد لله. سؤالنا يقول: في أي محافظة أردنية تقع مدينة حضرموت؟ حضرموت مش بالأردن، باليمن. حضرموت مش بالأردن، باليمن. هذا سؤال الفخ وأنت طلعت منه. لأن قريب على الأردن السؤال وطلعت. تمام. جاوب على السؤال الثاني بإذن الله تربح جوائز على اسم برنامجنا. اربح ويانا إن شاء الله بإذن الله. أين يقع شد مأرب التاريخي؟ برضو في اليمن. برضو باليمن. متأكد من هذه الإجابة؟ أكيد 100%. إن شاء الله. أكيد. إجابتك أكيد صحيحة. ألف مبروك. تسلم. ربحت يانا طبق حلو مقدم من حلويات زوارة هيك بألف عافية وكوبونين مقدمين من مركز الجار الله الألماني التخصصي رقمهم 6034156 وكوبون مقدم من مطعم بابك رقمهم 3252232 وكوبون مقدم من شركة مطاعم الفروج رقمهم 1889090 وكوبون مقدم من كبة بوتيك رقمهم 9404571 وكوبونين مقدمين من مصبغة بوتيك أند أنتيك رقمهم 6767175 عليك بمليون ألف عافية حبيبي. شكرا. الله يعافيك. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. لينا وعليك. سؤالنا يقول: كم تبعد عاصمة اليمن مسقط عن مدينة صنعاء؟ والله ما في اختيارات؟ لا والله
والله ما عندي أي فكرة. ما عندك أي فكرة؟ الإجابة كانت جدا سهلة، مسقط هي في عمان وليست عاصمة اليمن. كانت هذه الإجابة. يعطيك ألف عافية حظ وفرح. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. مبارك علينا وعليك شهر. شهر رمضان وياك. والله زين الحمد لله. الحمد لله. سؤالنا يقول كم تبعد عاصمة اليمن مسقط عن مدينة صنعاء؟ 500 كيلو. 500 كيلو. 600 كيلو. 600 كيلو. 500 كيلو. للأسف الإجابة خطأ، لأن مسقط مو موجودة في اليمن أصلا. صحيح. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى متسابق جديد. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك حبيبي. معك برنامج اربح ويانا وان شاء الله تربح ويانا ان شاء الله. سؤالنا يقول كم تبعد عاصمة اليمن مسقط عن مدينة صنعاء؟ 400 كيلومتر. 400 كيلومتر. للأسف مسقط موجودة بعمان مو اليمن. يعطيك الف عافية وحظ الله حبيبي. مشاهدينا الاعزاء ننتقل لمتسابق جديد. مبارك عليك شهر رمضان الفضيل. علينا وعليك يا ابو. شهر رمضان وياك. والله الحمد لله في البداية كان صعب بس الحمد لله مشت. الحمد لله. سؤالنا يقول كم تبعد عاصمة اليمن مسقط عن مدينة صنعاء؟ مسقط مسقط بعمان يا ابو. مسقط بعمان. متأكد من هذه الإجابة؟ ايوه. انت صح، انت طلعت من الفخ الحين. الله يسلمك. باقي السؤال الثاني، تجاوبه باذن الله تربح الجوائز. يلا. سؤالنا يقول اي مدينة يمنية تعتبر مهد الحضارة اليمنية قديما؟ مدينة يمنية على حسب عاصمة الحزم مأرب. مأرب هم اللي يعرفونه. متأكد من هذه الإجابة؟ والله يقولون يقولون مأرب. وانت صح وألف مبروك. الله يسلمك. ربحت ويانا طبق حلو مقدم حلقات الزوار. عليك بألف عافية. وكوبونين مقدمين مصبغة بوتيك عند انتيك. عليك بالعافية. الله يسلمك. وكبة بوتيك يقدمون لك هدية أيضا. الله يسلمك. ومطعم الفروج يقدم لك كوبون. عليك بالعافية. ما قصرت. مطعم بابك يقدم لك كوبون. عليك بألف عافية. وكوبونين مغنبين من مركز الجار الله الألمانية التخصصي. عليك بألف عافية. كل أكل يوعونك على الله حبيبي. الله يسلمك. ألف عافية حبيبي. مشاهدينا الأعزاء تكون خلصت حلقتنا في اليمن.